في اعترافات هذا الأسبوع نلتقي السيد توفيق الجبالي الكاتب المسرحي والمخرج. ما نتصورش اللي ثم أعمال مهمة ياسر وأعمال عظيمة قمعت ولم ترى النور، لا تسمعش. فالوضع اليوم أصعب من قبل. جمهور المسرح جمهور كما قلت لك مكبوت، نحب نعرف الحيوانات إيش يخموا في الوضع نتاعنا. مثلا توسي نجيب الشابي كان يجي للمسرح قبل 14 وانقطع عن التواصل بعد 14، يعني فزدوا أي سيدي نموتوا نموتوا وحيا الوطن، كيفاش نعملوا؟ شي المعادلة إذا كان احنا كلنا متنا؟ بشرى لقد ألغيت الرقابة على المسرح. برنامج اعترافات في سهرة الأحد 9 ليلا على قناة تونسنا.